بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم في جوله جديده من جولات استوديو الابطال. هنقل لحضراتكم مباراه الكره الطائره سيدات الاهلي والزمالك في جيم 2، سلسله مباريات نهائي بطوله الكاس في مصر لسنه 2022 2023. معلش عذرا طبعا، النهارده الاحداث كثيره، يمكن مباراه كره السله دلوقتي شغاله، باسكت بول افريكان ليج مع كيب تاون الافريقي تايجرز الجنوب افريقي، المباراه يعني شغاله دلوقتي، وبعد قليل هتشتغل كمان مباراه كره الطائره سيدات. النهارده في ثلاث احداث مهمه، ابتدت بكره السله سيدات والفوز الكبير اللي النهارده استطعنا بنات كره السله الفوز بيه باول مباراه مع نادي سموحه السكندري، عشان تكون المباراه بعد بكره الثانيه باذن الرحمن. مباراة النهارده اللي احنا هنغطيها لحضراتكم دلوقتي هتقام في تمام الساعه 9:30 في صاله شباب الرياضه ب 6 اكتوبر. النادي الاهلي تلقى امبارح الهزيمه الاولى او الخساره الاولى، مطالب جدا من النادي الاهلي النهارده بكل يعني زي ما بيقولوا قوته انه يفوز بالمباراه الثانيه النهارده عشان يعادل المجموعه 1-1 عشان يروح لمباراه فيصل كما هو الحال كان في الرجال الى يوم الخميس. نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي النهارده، وكلنا ثقه في كابتن حمدي الصافي ولاعباته بالفوز النهارده ومعادله النتيجه مره اخرى. طيب، يعني تم ابلاغ طبعا الجهاز الفني واللاعبين في الصاله، ده اخر لاست ابديت زي ما قلت لحضراتكم، انه كانت المباراه الساعه 9 وبعد كده بقت 9:30، اخر تحديث المباراه الساعه 10. طبعا حضراتكم عارفين يعني السبب الرئيسي هي البث، يعني طبعا مباراه البال باسكتبول افريكان ليج متداخله مع نفس ميعاد كره الطائره سيدات، فيمكن عشان ظروف البث فتم تاخير المباراه ساعه من الساعه 9 الى الساعه 10، نصف ساعه الاول وبعد كده نصف ساعه ثانيه، دلوقتي بقت المباراه الساعه 10 يعني ساعه من الان. في البدايه طبعا قبل ما نتناول المباراه فنيا وتحليليا، بحب ارحب بضيوفي نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابقين، كابتن حسام شعراوي نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق ومدير فني الشباب بالنادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن حسام. اهلا بك كابتن هيثم، واهلا بجمهور النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي، وان شاء الله يا رب ربنا يوفقنا النهارده كده ونعود تاني لطريق الانتصار ونفرض ماتش فيصل باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بنرحب طبعا بكابتن نادر نبيل نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق واحد ابناء النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بك كابتن هيثم، ان شاء الله ربنا يكرمنا النهارده باذن الله ونكسب ويكون في ماتش فيصل بعد بكره ونفرح جماهير النادي الاهلي باذن الله. كابتن نادر، اجي للمباراه، المباراه مهمه طبعا، اهميتها للنادي الاهلي النهارده اكثر بكثير من اهميتها نادي الزمالك. نادي الزمالك عنده حتى امل لو خسر النهارده بيروح لمباراه فيصل. أكيد. نادي الاهلي النهارده هي مباراه نهائي، الفوز لابد منه عشان تتعادل وتروح لمباراه فيصل. اكيد. شايف بكل امانه وبكل يعني زي ما بيقولوا يعني شفافيه، امبارح فرقتنا كانت مستواها يعني ما كانش ده المستوى الطبيعي بتاع فرقتنا. أيوة. شايف هل ممكن في 24 ساعه يحصل تحول، المستوى يظهر بشكل تاني، هل الفريق يقدر يظهر بشكل مختلف عن اللي ظهر بيه امبارح؟ بص يا كابتن هيثم، هو اولا لا بديل النهارده عن الفوز، وان شاء الله فريق النادي الاهلي قادر لانه عنده الامكانيات كلها الفنيه والبدنيه. كابتن حمدي الصافي عنده جهاز على اعلى مستوى وعنده كمان لعيبه على اعلى مستوى، طبعا قادرين ان هم يرجعوا نفسيا كمان، هم يكسروا الحاجز النفسي بسبب خساره امبارح، وان شاء الله ربنا يكرمه النهارده ويكسبه. نعم. كابتن حسام، يعني اللي بيقوله كابتن نبيل اكيد ان ما فيش بديل عن الفوز، ولكن التحول الفني تقدر، هل في كره الطائره ده وارد؟ يعني الساده المشاهدين، مش كل الساده المشاهدين طبعا لعبوا مثلا بولي بول او لعبوا رياضه او العاب اخرى، هل التحول الفني ده قابل للتطبيق النهارده؟ طبعا، يعني وبالدليل على كده ماتشات بطوله الدوري، النادي الاهلي برضو عرف يرجع في المباراه وفرض مباراه فاصله، يمكن يكون امبارح كان دي اوف للعيبه، ما عرفوش يطلعوا كل اللي عندهم، او يكونوا مثلا بيلعبوا تحت ضغط ان هم محتاجين يكسبوا اول ماتش عشان يخلصوا الماتش الثاني، يمكن ربنا ما وفقهمش وحصل الكلام دوت امبارح. بس وارد جدا ان النادي الاهلي طبعا، وانا واثق ان النادي الاهلي هيرجع في الماتش النهارده وهيفرض ماتش فاصل بعد بكره، وبيتهيألي ان دكه ولاد النادي الاهلي هيبقى ليها دور كبير جدا في الماتش بتاع النهارده، لان دكه الزمالك بيتهيألي ان هي لحد ما مش هيبقى ليها دور، انما دكه النادي الاهلي مليانه لعيبه كويسه هتقدر تغير مجرى الماتش في خلال الماتش زي ما هنتفرج ان شاء الله. كابتن حسام، احنا امبارح بدانا المباراه بكل قوه، فزنا اول شوط بتميز وتفوق كبير، جه بعد كده الشوط الثاني اللي انا دايما بسميه هو نقطه التحول، سواء كاسب الشوط الاول او خسران، الشوط الثاني او جيم 2 في المباراه بيبقى مهم، واتيفر انت عملت ايه في الجيم الاول. مشكلتنا بتبقى ايه دايما في الشوط الثاني حتى مع فريق الرجال؟ كان بيبقى عندنا مشكله وازمه كبيره في الشوط الثاني. مشكله الشوط الثاني ان فريق الخصم خلاص بيبقى مش باقي على حاجه يخسرها. فبينزل بيلعب، يعني مش عايز اقول بيلعب بغل، لا بيلعب بروح عاليه جدا،
فبيحاول على قد ما يقدر ان هو يرجع في الماتش. فبمجرد ان هو عرف يرجع يعني النادي الاهلي لو كان كسب الشوط الثاني كان هيكسب الماتش 3-0 مستريح. نعم. بمجرد ان الفريق الثاني دخل في الماتش بالشوط الثاني فده بيدي عبء على لعيبه النادي الاهلي ان هي تبقى عايزه تعوض، فالى حد ما برده ممكن ما تعرفش زي ما حصل في الشوط الثالث بعد كده فالنتيجه مشيت مش في صالحنا. انما لو كنا احنا كسرنا حده الغل اللي انا بقول عليه دوت في الشوط الثاني كان الماتش بالنسبه لنا هيمشي سهل جدا وكنا نعرف نكسب الشوط الثالث حتى كان هيبقى سكور كبير. كابتن امبارح لقينا يعني بعض عدم التوفيق من مجموعه من اللاعبات، شفنا امبارح برده يعني الثلاث اشواط اللي خسرهم النادي الاهلي كان بفرق كبير شويه، يعني كان الفرق ما كانش فرق صغير. ترجع ده ليه يا كابتن؟ انا بقول برضو دوت راجع للضغط على اللعيبه، ان اللعيبه كانت عايزه تخلص الماتش بسرعه، ان مستعجلين على الفوز مستعجلين على المكسب عايزين يفردوا كلمتهم، فدوت ادى لاخطاء كتيره في الماتش. يعني اللعيب لما يلعب استعجال في الكوره الاولى، استعجال في الرفع، استعجال في الضرب، فده بيخليه يولد اخطاء كتير. نعم. الفرقه لو تقدر تقلل من اخطائها الماتش بالنسبه لها هيمشي سهل، انما لما يبقى معدل اخطاء الفرقه كبير فانت بتدي هدايا للفرقه المنافسه. الكلام دوت كان حاصل في الماتش بتاع امبارح، فانت بتدي هدايا للفرقه المنافسه، الفرقه المنافسه خلاص ما عندهاش ضغط او ما عندهاش امل ان هي تخسر، لا انت بتديها الهديه ان هي تكسب. فده بالظبط اللي حصل في بقيه الماتش، اللعيبه كانت مستعجله جدا، الاخطاء الفرديه زادت، فده اللي ادى ان السكور يطلع بالشكل الكبير دوت. كابتن نادر النهارده مطلوب ايه من فريق كره الطائره سيدات النهارده النادي الاهلي عشان يعدي المباراه ببر الامان؟ ايه اللي مطلوب؟ ايه اللي انت حضرتك شايفه ان النهارده مهم جدا يتنفس؟ اهم حاجه النهارده ان هم يلعبوا بهدوء، من غير تنشانه، من غير عصبيه، من غير استعجال الفوز. يعني انا بتفق مع كابتن حسام ان هم فعلا كانوا مستعجلين الفوز، ده عمل لهم شيء من التوتر جوه الملعب، فده ادى لنخسر نقطه ورا الثانيه ورا الثالثه. لما فرق السكور، اي لعيب فولي لما بلاقي فرق السكور كبير بيجي له نوع من يعني احباط شويه. ده بيحصل كتير قوي. فنتمنى بس ان هم البدايه، بس الاحباط ده ما حصلش مع فرقه الزمالك. يعني الشوط الاول هم خسروا فرق كبير ولكن جمعوا نفسهم الشوط الثاني والثالث والرابع. يعني قصدي اقول نفس الظروف دي بتتعرض ليها كلا الفرقتين. لان الاهلي محطوط تحت ضغط كبير، لان النادي الاهلي دايما متعود ان هو البطوله في النادي الاهلي، كل سنه البطوله في النادي الاهلي. فلما يلاقي فجاه نادي المنافس فريق بقى قوي، طبعا احنا عارفين بقى قوي ازاي، مهم فريق بقى قوي وبينافس النادي الاهلي، فدي كانت جديده على لعيبه النادي الاهلي. نعم. طيب الاخطاء، تقليل الاخطاء اكيد طبعا، ان انت دايما تحافظ على الكره جوه الملعب، اكيد اكيد، مش في الشبكه، مش اوت سايد، اكيد تقليل الاخطاء مهم جدا، مش مهم ان انت تحرز نقاط قد ما انت دايما تحافظ على الكوره جوه الملعب. امبارح شفنا بعض الارسالات الضعيفه اللي كانت بتعدي الناحيه الثانيه، شفنا غياب في بعض اوقات المباراه للبلوكات، لوجود البلوك صبات شويه كانت مقصره. طيب هل مشاركه صانع الالعاب اللي لعبت امبارح اول مره ده بيعمل لك قلق؟ يمكن هل تجربه البنات هناك كابتن احمد فتحي استفاد من تجربه عاشور، كابتن عاشور انه اشرك ياسين مع الرجال عمل نفس الكلام مع السيدات، فدربك لك كل حساباتك؟ هل ده حصل امبارح؟ ده حقيقي طبعا، لان اي مدرب لما بيعمل سكاوتنج او احصائيه للفريق اللي بيلعبه بيشوف المعد بيرفع سريع قد ايه، بيرفع عالي قد ايه، هجومه من الكره الثانيه عامل ازاي، فدايما المدرب للفريق المنافس بيشوف. فلما بيحصل السويتش ده وما كانش بيحصل قبل كده بيحصل لخبطه شويه، فدي دي اثرت كتير على النتيجه. نعم. ان انت عامل شغلك على 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 شكل معين فبتلاقي حساباتك اتغيرت، الرفع اتغير، طريقه اللعب اتغيرت، الضرب بدا يتغير. اكيد. طب يعني كابتن حسام، يعني نبص على بصه على نادي الزمالك. نادي الزمالك امبارح كان موفق بشكل كبير، كان مركز في المباراه بشكل كبير. شايف النهارده ان اغلب اللعيبه ما كانوش مخرجوش من الملعب، يعني خروج الملعب كان بيبقى نتيجه قليل جدا، قليل نتيجه روتيشن، ولازم تغير تطلع ليبرو او تنزل سنتر بلوك، يعني تخرج سنتر بلوك وتنزل لاعب، يعني بتبقى تغييرات في ادق الحدود، اضيق الحدود. شايف النهارده دي ميزه ولا عيب؟ يعني النهارده احنا عندنا سكواد، هم ما عندهمش سكواد، ازاي ده يعني يبقى ممكن يكون ميزه كبيره عندنا؟ هي دي كانت ميزه بالنسبه لنا كبيره، ان الزمالك ما عندوش تغييرات في بطوله الدوري. يعني بطوله الدوري هم لعبوا 3 ماتشات، فعشان دكه مدراء الزمالك الى حد ما مش على نفس مستوى الناس اللي موجوده جوه الملعب، فده ادى حمل عبء كبير جدا ومجهود بدني كبير على البنات، فده اللي خلى النادي الاهلي الحمد لله يظهر مظهر كويس في الماتش الثاني والماتش الثالث، وادينا ان احنا نحسم بطوله الدوري. انا بيتهيألي ان السيناريو دوت لو احنا قدرنا نكسب ماتش النهارده ده هيتكرر برده في الماتش الفاصل ان شاء الله يوم الثلاث، الماتش الفاصل بعد بكره، لان برده نفس الظروف هتبقى هي نفس الظروف بتاعه الدوري. يعني عدد اللعيبه اللي بتشارك في نادي الزمالك حوالي 7 لعيبه او 8 لعيبه ماكسيمم، انما النادي الاهلي السكواد بتاعه كبير جدا طبعا، كل اللعيبه جاهزه،
فكابتن حمدي كمان بيعمل روتيشن كويس بين بين الفريق، فمفيش حد بيبقى تعبان. يعني انا بشوف ان فرقه النادي الاهلي بدنيا وجاهزيا المفروض ان هي بتبقى احسن شويه طبعا كتير من نادي الزمالك، لان نادي الزمالك بيعتمد على 6 لعيبه 7 لعيبه، انما النادي الاهلي بيعتمد على اللعيبه الفرقه كلها كامله، الاساسي والاحتياطي، مش عايز اقول الاحتياطي، الناس اللي قاعده بره، فكله بيشارك وكله بيلعب. فديت حاجه بتخلي النادي الاهلي ان هو دايما يكون فيه استمراريه، هتخلي البنات حتى البنات اللي نازله عايزه تلعب هتبقى عايزه تثبت ان هي حق ان هي تلعب، تكون موجوده في الملعب. انا شايف ان دي هتبقى ميزه كبيره جدا للنادي الاهلي لو قدرنا النهارده نعدي الماتش ده على خير. فانا شايف ان شاء الله الكاس هيكون بالنسبه لنا بطوله جديده ان شاء الله السنه دي. المعدين النهارده ليهم دور كبير يا كابتن حسام. المعد لازم يكون ليه فكر، ولازم معلش هو المايسترو في الملعب، هو طبعاً اللي بيقدر يقرا حوائط الصد الناحيه الثانيه، بيقدر يقرا الروتيشن اللي بيحصل في الملعب، مين النهارده على الشبكه، مين ورا، مين قدام، مين يمين، مين شمال من الفرقه الثانيه. المعدين النهارده ليهم دور كبير. طبعا يعني انا بالنسبه لي دعاء محمد المعده، دعاء محمد هيبقى ليها دور كبير جدا، خصوصا ان هي طويله، هيبقى ليها دور كبير جدا في البلوكات، ان هي تقدر تقفل على لعيبه مركز 4 اذا كان ملكه او اذا كان اسمها مريم متولي. مريم طبعا. بالظبط، فدي هيبقى ليها دور كبير جدا. كمان برضو عندنا شروق خبره كبيره جدا في النادي الاهلي وفي مركز بس المعد. شروق امبارح كانت خارج التشكيل، هي المفروض النهارده تكون داخل التشكيل، النهارده تقريبا هي جوه التشكيل. نعم، هي ومريم ثروت، انا بيتهيالي ان شروق هتبقى موجوده، حتى دي هتبقى اضافه كبيره جدا للفرقه، لان شروق من اللاعبات المميزات جدا، صاحبه الخبره، اللي هي تقدر ممكن في كورتين ثلاثه في 5 دقائق تغير نتيجه الماتش. بس انا يعني انا حاطط عبء كبير جدا على دعاء ان هي تقدر توقف ضربه مركز 4، هيبقى ليها دور كبير جدا في البلوك. الثلاثه مميزه جدا عشان بتلعب ارسال من اعلى كويس، فانا حاسس ان هي هيبقى ليها دور كبير، وهتبقى هي مفتاح الفوز ان شاء الله. ان شاء الله كابتن نادر، يعني تتفق مع كابتن حسام؟ طبعا في دور المعدين بشكل كبير طبعًا. لانه انت المعد مش بس بيعد لفرقته، ده هو بيقرا الناحيه الثانيه في ايه بالزبط. ومش والمدير الفني مش هيوقف كل كوره يقول للمعد خلي طبعًا. بالك ده اللي بيحصل الناحيه الثانيه، المفروض المعد لوحده بيبص وبيقرا بعينه بيلمح. شايف دور المعدين النهارده ايه؟ وانا شايف الدور ده اساسي، دور المعدين النهارده محوري جدا، لان المعد في الملعب هو عقل المدرب. هو المدرب بيفكر ازاي، بينفذه عن طريق المعد، سواء الهجوم من الموجه الاولى او الثانيه. الكلام ده مهم جدا جدا، واحنا عندنا معدين عندهم خبره كبيره جدا. دعاء محمد معده كويسه جدا، طويله، تقدر تاخد بلوكات كويس جدا، خاصه لعيبه 4 في الزمالك كويسين، يعني بيعتمد عليهم نادي الزمالك بشكل كبير جدا جدا. مريم متولي والمحترفه البرازيليه اللي معاهم، انا شايف ده اعتمادهم الكبير. نعم. فلازم يكون في بلوك كويس. فدعاء بلوكات كويس جدا، معده كويسه جدا، واتفق برضو مع كابتن حسام ان شروق كمان ليها دور كويس لانها عندها خبره كبيره جدا. فالخبره دي اكيد هتاثر برضو على النتيجه باذن الله. هنتكلم المرحله اللي بعد كده، وهي الارسال. الارسال مهم جدا، الضغط بالارسال، توجيه الارسال، انت مش قادر حتى طبعا. تلعب ارسال تضغط بيه على المهاجم على الدفاع، وجهه على الضريبه، طلع احد الضريبه صح. احد الجناحين طلعه بره اللعب بتوجيه الارسال. ايه اللي ناقصنا؟ يعني ليه ما بنشوفش ده في المباراه؟ هو اولا الارسال من اهم الاسلحه اللي بيستعملها المدرب عشان يقدر يكسب، يعني نقطه من غير مجهود. صحيح. ارسال كويس مؤثر، ما قدرتش تجيب بيه بونت مباشر بتوجهه على اللعيب اللي بيهاجم بشكل مستمر في الفريق المنافس، ده بيأثر كتير جدا. يعني عايز مثلا ما تخليش فيه ضرب سريع، الهجوم السريع هناك كتير. صحيح. مش عايز تخلي فيه ضرب سريع، لان الضرب السريع بيجي من الاستقبال الكويس. صحيح. ارسال قوي، الارسال مش هيوصل للمواد كويس، مفيش ضرب سريع، لعب مفتوح على من 4 وفي 2، تقدر تقف بلوك كويس، ده بيبقى شغل. لكن الارسال السهل بيبقى المعد في الفريق المنافس عنده خيارات كتير جدا، يرفع سريع، يرفع خلفي، يرفع امامي، زي ما هو عايز. لكن احنا لازم نجبره بطريقه لعبه معينه عن طريق الارسال القوي بتاعنا. فدي كانت نقطه ضعف امبارح، اتمنى ان شاء الله باذن الله، واكيد طبعا كابتن حمدي اتكلم في النقطه دي، اكيد طبعا، اكيد لان كان ملاحظ جدا الارسالات السهله. طيب كابتن حسام، احنا مراكز كره الطائره معروفه، مركز 1، مركز 2، مركز 3، مركز 4، مركز 5، مركز 6. يمكن الضرب السريع على الشبكه، الرفع السريع للسناتر عندك بلوك بيبقى، وكمان 6 القادمون من خلف بيكون مهم جدا. امبارح ما شفناش كور كتير من مركز 6 والضرب السريع من السنتر بلوك فوق الشبكه بالظبط، ليه ما شفناش ده امبارح؟ او بالظبط زي ما كان بيقول كابتن نادر دلوقتي، ان الارسال هو سلاح ذو حدين. انا ممكن العب سيرفي سهل جدا
يخلي الفرقه الثانيه تعمل عليا موجه اولى وموجه ثانيه وموجه ثالثه. ده بالظبط اللي كان نادي الزمالك بيعمله فينا امبارح. كان الارسالات بتاعتهم مؤثره جدا، فالاستقبال الكره الاولى ما كانش بيوصل كويس للمعدين، فبالتالي ما كانش هيبقى عندنا ضرب سريع، وبالتالي مش هنعرف نركب عليه ضرب من 6. انما لما احنا نعمل كده فيهم ان شاء الله النهارده، عندنا خصوصا مثلا دعاء غباشي وساره امين ونهله سامح، ارسالاتهم مؤثره جدا. لو قدرنا نستغل الارسالات المؤثره ديت احنا بالظبط هنعمل فيهم الكلام دوت، هيبقى مش عندهم ضرب سريع ولا عندهم ضرب من 6 بخصوص الملكه. المهم جدا مع ارسالات نادي الزمالك ان احنا نستقبل الكره الاولى مميزه. الكره المميزه ديت هتخلي عندنا ضرب سريع داخل كويس جدا، حتى لو الضرب السريع ما اشتغلش بيبقى السنتر بلوك الناحيه الثانيه هيبقى واقف مستني، بدل ما هو مستني لعيب واحد هيبقى واقف مستني 4 لعيب. واقف مستني 4 لعيبه دي هو خلاص متشتت بالزبط. هيطلع فين هو مش عارف، هو هيبدا يجري ورا الكوره مش هيلحق، مش هيلحق طبعا، الكوره اسرع من اللعيب. يبقى الاستقبال، الاستقبال الكره الاولى من ارسالات الزمالك هتشكل زي ما انت عايز تشكل، لكن الاستقبال اللي من عندنا لازم يكون استقبال جيد، لازم يكون استقبال جيد جدا وفوق الجيد. طيب. يعني انا برضو جيد. ما انت حضرتك بتتكلم في الاستقبال لازم اتكلم معاك بقى في النقطه اللي بعد كده. النهارده الزمالك بيوجه ضربه على آيه الشامي، عايز يطلع آيه الشامي بره الجيم او بره الفرص الضرب، فبيلعب عليها الارسال، بيلعب ناحيتها في اتجاهها الارسال. طيب انا اعمل بقى ايه؟ انا المفروض مني، انا عارف ان الزمالك يعملوا كده، تمام، هل اطلع آيه الشامي على الخط اكتر شويه عشان اللي يستقبل، يعني اعمل ايه الفنيات اللي حضرتك تقدر تفيدني بيها؟ الفنيات انا عندي آيه الشامي بتضرب من مركز 2، انا ما ينفعش اخلي الاستقبال يروح ناحيه مركز 2، انا اخلي الاستقبال يروح ناحيه مركز 3 شويه علشان السنتر بلوك الناحيه الثانيه يبدا يتحرك مع الكوره، وعبال ما يرجع لآيه الشامي في مركز 2 هيكون جاي طاير او جاي متاخر. فبعمل ايه؟ آيه الشامي تقدر تضرب من 2 كويسه. طيب انا اعمل ايه؟ انا اتفق مع الناس المستقبلين بتوعي، استقبلوا الكوره في مركز 3، ما تستقبلش الكوره من مركز 3 ومركز 2، استقبل الكوره في مركز 3 عشان المعد يبدا يرفع الكوره في 2، فالضريب بتاعي يعرف يضرب في الزاويه كويس، او البلوك اللي قدامه السنجل بلوك يعرف يضرب منه في اللاين كويس. انما هستقبل الكوره بين 3 و2 البلوك هيبقى قافل، هيطلع لها دبل بلوك مستريح، فبالتالي مش هتعرف تعدي. الله ينور عليك يا كابتن، انت جبت لي حل للمشكله الازليه والله العظيم. انا قاعد بفكر، انا امبارح لعلمك انا يعني قلقت بالليل كده بقول يا ربي، طب ما هو احنا اللي بنقوله صح، اكيد الفرقه الثانيه بتقوله. هو مثلا انا مدرب، انا عندي ضريب جامد، عندي ضريب جامد، انا اوقفه ازاي؟ اوقفه بالسيرف، طلعه بره، اوقفه بالسيرف. لا انا لازم اوجد حلول في وسط الجيم، انا شايف ان هم عم ضاغطين مثلا. لا ما استقبلش، استقبل اوجهه في حته معينه بالظبط، اودي الاستقبال في مكان معين وابدا ارفع في الاتجاه الثاني عشان نعكس الملعب. يعني انا عايز مثلا الضرب يبقى من 4، اودي الاستقبال من ناحيه 2 شويه، عايز الضرب من 2 اودي ناحيه 4 بالظبط كده. مهما كان السنتر بلوك مش هيقدر يجري ورا الكوره، مش هيلحقها، الكوره اسرع. فانا بالظبط عايز آيه الشامي تضرب، اودي الاستقبال شويه ناحيه مركز 3، مركز 3 مش مركز 4، مركز 3، والبلوك برده مش هيلحقها لو الكوره اترفعت في مركز 2. بالشكل دوت انا اقدر اخلخل البلوك، انما استقبل الكوره بين 3 بين 3 و2 فالبلوك يبقى طالع من انا فريق. انا كده بقيت في قلب البلوك خلاص بالظبط، انا كده انا نايم في قلب البلوك بالظبط، مش هتعرف تتصرف. طيب انما عشان اخلخل البلوك باتجاه الاستقبال بتاعي. اخد بقى من كلام كابتن حسام، اجي لك يا كابتن ناجي دلوقتي. الكلام اللي بيقوله كابتن حسام ده قبل كابول، انتوا كلاعيبه دوليين عملتوه اكيد طبعا. احنا في الاستقبال مش بنحرك اماكن المستقبلين، لا، فاحنا في الوضع اللي احنا بنتكلم فيه ده في اتجاه معين. احنا في النقطه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي دي احنا بنوجه الاستقبال في مكان معين بالظبط عشان نجبر السنتر بلوك في الفريق المنافس انه يتحرك انه يتشفت بالظبط كده. يبقى انا فضيت ايه بالظبط كده، يبقى انا خليت اللعب الناحيه الثانيه لما تترفع عكس، يبقى ايه ما عندهاش بلوك، البلوك الكره اسرع، اضعف الايمان، يتحرك على الشبكه ويروح بالظبط، هيبقى عندها حلول تقدر تضرب في البيتوين. السنتر بلوك هيروح رايح طاير، مش قادر يوصل، مش هيبقى متمركز كويس، يقدر يقفلها كويس. هيبقى ايه نفسها عندها حلول كتير تقدر تتصرف كويس. طيب الموضوع ده محتاج تركيز عالي جدا، تركيز طبعًا في طبعًا كل نقطه طبعًا. يعني انا جبت نقطه والارسال جاي عليا، لازم اكون واقف مركز هعمل ايه طبعًا. يعني لازم ما افقدش، يعني الناس اللي فاكره الطايره ممكن افقد تركيزي دقيقه ولا اتنين، لا الكلام ده ما ينفعش افقد تركيزي. انا كل نقطه بالنسبه لي نقطه تكسبني ما تكسبني طبعًا. جيم تكسبني شوط تكسبني ماتش، يعني النقطه في الكره الطايره حاجة كبيرة جدا، مش مثلا زي الكورة مثلا جون ممكن اعوضه في خلال ممكن ربع ساعة افقد التركيز بس ما يجيش في الاخر فيها هدف. انا لو فقدت تركيزي بس في ماتش الكورة الطايرة 5 دقايق، انا ممكن يجي فيها 5 6 نقط ورا بعض ما اعرفش احصلهم الحقهم تاني. انا كل كورة بالنسبة لي في الكورة الطايرة ليها قيمتها، ليها ثمنها. انا عندي 25 نقطة يهمني ان انا ما اغلطش فيهم ولا نقطة، انا ما اديش هدايا للفريق المنافس خالص. انا كل كورة بتتلعب فيها تركيز عالي ان انا ما اغلطش فيها 100 100. خلي بالك ده كان قاسي جامد جدا. طبعا انت هتقول لي ده كان سم ده وبيلعب والله العظيم، عشان كده بتكلم على السنتر خبره لولا الاصابه بتاع كابتن حسام شعراوي وركبه كان زمانه بيلعب لغايه دلوقتي والله العظيم، كان زمانه بيلعب لغايه دلوقتي، كان زمانه بيتفرج عليهم. لا والله كنت لا والله لولا الركب والاصابات. هو جيل احمد صلاح وجيل عبد الله عبد السلام، بس هو خلي بالك انت اتولدت يعني كمدرب بقى وصغير. الحمد لله يعني الحمد لله هيك كوتش ناجح الحمد لله. بس انت تدريبك انا ما اتفرجت على تدريبك مره في النادي يا كابتن، انت قاسي قوي يا كابتن، قاسي شويه انت قاسي يا كابتن. ما هو لازم 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 التمرين، يعني المدرب بيحط فيه الاستراتيجيه بتاعته، هو عايز يوصل باللعيبه بتاعته فين.
فانا شايف مثلا ان اللعيبه بتاعتي بتبقى مثلا مستواها قليل شويه من في جزء، فلازم انا اضغط عليه في الجزء دوت ان انا لازم اطلع بيه. بس كابتن نادر بقى عكس كابتن نادر هادي، ولكن تعليمات فنيه متتاليه. انا شفت تمرين بالظبط اللي هو هيوصل اللي هو عايزه وريبيتيشن كتير بقى. بيقعد يكرر كتير بيكرر كده. كتير يعني كل واحد ليه مدرسه. انا ببقى عارف طبعا كل مدرب ليه مدرسته طبعا اللي هو مقتنع بيها واللي شايف دي هتحقق له اهدافه. يعني انا بشوف نقطه ضعف عندي في فرقتي بقدر لازم اركز عليها كويس جدا عشان ما تبقاش نقطه ضعف عندي. صحيح. والنقطه المراكز القوه اللي عندي لازم انميها كمان. مش هستغلها بس انميها كمان. اكيد طبعا لان احنا في النادي الاهلي بنلعب على بطوله. يعني زي ما قلت لك كنا قبل كده كنا قعدنا مع بعض قلت لك مركز تاني زي مركز اخير. في النادي الاهلي كده ملهاش. احنا خلاص احنا اخذنا على كده. صحيح. فعشان كده احنا في توتر شديد. يعني نحسب كده مثلا 20 سنه فاتوا مثلا، يعني شوف كم دوري، لو اتكلم على الفولي بول يعني شوف كم دوري رجال كم دوري سيدات. ارقام أكبر. كبيره جدا جدا. سيدات باين من حاجه 30 سنه او 39 سنه. فلما الاقي مثلا سيدات النادي الاهلي ما خسرتش دوري قبل كده في خلال مثلا 20 سنه ل 25 سنه بالظبط. يعني في الظروف الشديده اللي مروا بيها السنه دي ما خسروش الدوري برضه. فرغم انا يعني مشفق جدا على كابتن حمدي الصافي، مضغوط جدا جدا لانه بيحمل على كتفه تاريخ كبير من بطولات عبء السنين طبعا لازم يحافظ عليه. فده عبء كبير جدا. انا يعني ربنا ان شاء الله هينصفه ان شاء الله باذن الله النهارده، ونصفه ان شاء الله بعد بكره باذن الله، ونشيل الكاس باذن الله ان شاء الله. كابتن يمكن الفرقه بتشتكي من بعض الاصابات الخفيفه الرزله. يعني ايه؟ يعني اصابات ما تمنعكش تلعب، بس اصابات تضايقك تفرملك ما تخليكش في فورمتك، متضايق قرفان وانت بتلعب. عندنا ايه الشامي عندها مشكله في كتفها، عندنا كارينا او اللعيبه المحترفه اللي في صفوف النادي الاهلي اسفين انكل وبتاخد فولترين كارينا عشان تبقى في الملعب. يعني ده نتغلب عليه ازاي؟ ما حضرتك برضو كنت بتلعب وانت مصاب، كابتن نادر كان بيلعب وهو مصاب، كفرقه بقى بنتغلب ازاي؟ في اصابات انت ممكن تلعب وانت مصاب بس انت من جواك قلقان وخايف. خايف الاصابه تزيد، خايف ما تقدرش تلعب كويس، كل ده بيعمل لك توتر جوه الملعب، وانت المفروض تكون باعد ذهنك تماما عن اي توتر او اي شد عصبي، لانك عايزك تركز في النقطه دي، والنقطه دي مطلوب منك في كل لفه مهام معينه. يعني الكابتن حمدي الصافي بيطلب من اللعيبه في كل لفه انت تعملي كذا، انت كذا، انت هي عارفه كل لفه هتعمل ايه، فمش عايزه تشغل دماغها بحاجه تانية. الاصابه دي حاجه يعني مزعجه جدا جدا، خاصه اصابات الكتف، اصابات الركبه، الحاجات اللي ممكن فجاه الظهر طبعا. يعني بشكل عام الاصابات طبعا ربنا يحفظ اولادنا جميعا، الاصابات دي حاجه صعبه جدا جدا، واكيد اكيد بتشغل اي لاعب في الملعب. خلينا نطمن الساده المشاهدين يا كابتن، استاذن حضرتك انتهى منذ قليل الفتره الثانيه في مباراه النادي الاهلي وكيب تاون تايجرز الجنوب افريقي في ثالث مباريات الباسكتبول افريكان ليج بفوز النادي الاهلي 46-42، ولكن الشوط الاول كان انتهى 30-20. يمكن ما زال الشوط الرابع في المباراه السابقه يلقي بظلاله على هذه المباراة. يمكن الشوط الرابع كنا فارقين حوالي 25 نقطة في الشوط الثالث، ولكن خلصت المباراة 72-70 باسكت. يعني النادي الأهلي اتهز الأداء، خسرنا 23 بونت في كوارتر، ويمكن ده أعلى خسارة لينا في كوارتر في مدار التاريخ. يعني أنا متابع مستر أجوستي بوش من أول ما جه النادي الأهلي، ويمكن دي أول هزة بالشدة دي تحصل للفريق، 23 نقطة في الكوارتر الرابع. تأخر النادي الأهلي وبناء عليه انتهت المباراة 72-70. يبدو أن الهزة وعدم الثقة ما زالت يعني بتلقي بظلالها على الفريق، ولكن كلنا ثقه في مستر أجوستي بوش. اللاعبين لعيبه مش صغيره، لعيبه كبيره، لعيبه خبرات كبيره تقدر تعمل استابيليتي تاني، خاصه ان انت داخل بعد كده على مباريتين جامدين، منهم طبعا بطل انجولا بيترو اتلتيكو اللي بيلعب فيه طبعا كارلوس مورايس احد افضل اللاعبين في القاره السمراء. اذا يعني ان شاء الله كلنا ثقه في الفريق. احنا كده كده خلاص تاهلنا، انت كان يكفيك مباريتين فقط التاهل لنهائيات رواندا، ولكن مهم تاخد اول مجموعتك عشان تافويد ان انت تقابل اي فريق في فريق قوي في دور الثمانيه. يبقى اول مبارياتك من دور قبل النهائي عشان النهائيات اللي هتكون في رواندا ابتداء من 20 مايو ان شاء الله. كابتن حسام ارجع لحضرتك، اكيد كنت عايز تقول حاجه تعليقا على كلام كابتن نادر. انا كنت عايز اقول ان ابناء النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي مش بتبص للاصابه ان دي حاجه تعجيزيه للعيب في الماتش. يعني انا بخش الماتش، انا حتى لو انا عندي كسر او عندي شرخ، انا كل هدفي وكل تفكيري في الماتش انا عايز اعمل ايه في الماتش. يعني انا افتكر ان كان في لعيبه كتيره الحمد لله وانا منهم. انت كنت منهم بتلعب يعني دول ركب تقريبا. كنت بلعب دول ركب. انا فاكر ان انا مثلا في ماتشين اهلي وزمالك بطوله كاس بطوله دوري انا كنت فكيت الجبس في رجلي ولعبت الماتش. قبل الماتش النهائي اهلي وزمالك كنت اقوم فكك الجبس العب الماتش، وبعد الماتش اقوم مجبس تاني. لا تعالى يا كابتن، ما هو انت كنت بتعمل كده؟ انا عملت كده تاهيل كمان يفك ينزل يرجع يجبس تاني. الجبس فين؟ في الانكل ولا في الركبه ولا فين؟ في الانكل. وتفك الانكل افك الجبس، جبس افك الجبس، ونزلت لعبت نهائي دوري ونزلت لعبت نهائي كاس. يا قلبك يا قلبك
بس كان بيلبس سبورت بس برضه يعني هو برضه في سبورت لو فكيت لو ده في تيبس وفي ضعف وكل حاجه. لا الحمد لله والحمد لله كسبنا دوري وكسبنا الماتشين دول كسبناهم كسبنا الحمد لله. لو حسبنا كده هنشوف برضه ان عبد الله برضه عشان هو ابن النادي الاهلي حصل له سبرين انكل في الماتش الاولاني كمل. ونزل كمل الماتش والماتش اللي بعدين نزل عبد الله ظهر برضه وكان عايز يلعب وبيتحامل على نفسه عسران برضه في الماتش الاخير والماتش عسران في الماتش الاخير هي دي روح النادي الاهلي دي روح النادي الاهلي انا بتكلم عليها. احنا كلاعيبه النادي الاهلي وكمدير النادي الاهلي احنا ما بنحبش نخسر فانت بتطلع كل اللي عندك ان انت تكسب دي روح النادي الاهلي اللي لازم النهارده تكون موجوده في الفرقه. انا ايا كان الاصابات اللي عندي ايه او ايا كان وضعي ايه في الماتش انا بحارب لكل نقطه بحارب على كل جيم انا بحارب على الماتش ان انا لازم اوصل للفوز. طيب انا عايز اتطرق لنقطه شويه خارج الموضوع ده وهو كابتن محمد مصلح ميدو. اسمحوا لي يعني انا يعني هذا الرجل من ولاد النادي الاهلي ساهم بشكل كبير جدا لازم طبعًا اتوقف طبعًا لازم طبعًا اتوقف طبعًا عند كابتن محمد مصلح ميدو لانه الحقيقه ظاهره كابتن محمد مصلح ميدو وان احنا بنرفض تماما اي يعني مساس باحد ابناء النادي الاهلي ورموزه طبعًا في هذه اللعبه طبعًا وفق او عدم يوفق ده وارد لكل مدرب احنا حتى طبعًا بنوفق في شغلنا وما بنوفقش في شغلنا. فالحقيقه انا على مستوى الشخصي ان انا برفض تماما اي يعني اي هجوم او اي يعني كلام على كابتن محمد مصلح ميدو. هذا الرجل كنا يحمل على الاعناق طبعا من اقل طبعا من عام يمكن او يعني اقول من سنه ونص عدم توفيق او عدم توفيق او توفيق ده لا يقل ابدا من شان كابتن محمد مصلح ميدو وكابتن حسام وعايز اسمع طبعا طبعا, طبعًا, طبعًا اصلا الرياضه عامه مكسب وخساره. احنا لو بصينا على تاريخ كابتن ميدو هنلاقي ان طول عمره اصلا ابن من ابناء النادي الاهلي ما خرجش بره النادي الاهلي. يعني تاريخ النادي الاهلي في الكره الطايره من ساعه ما كابتن محمد مصلحي دخل النادي الاهلي هو تاريخ النادي الاهلي. يعني تاريخ ميدو هو تاريخ النادي الاهلي بالظبط. يعني هنلاقيه عدد البطولات اللي كسبها فوق ال 50 60 بطوله او 70 بطوله في النادي الاهلي. يعني نعم. ده يعني زي ما نقول مثلا كابتن ميدو اسطوره من اساطير الكره الطايره مش هقول في النادي الاهلي لا في مصر بناء النادي الاهلي صناعه النادي الاهلي. نعم. يعني انا شايف ان هو كلاعب كان حاجه فظيعه جدا. كابتن ميدو كلنا اتفرجنا عليه وانا صغير وكنت وحاولت العب جنبه ولعبت معاه سنه وتعلمت منه كتير جدا. وكمدرب كابتن ميدو طبعا كسب كل البطولات اللي الواحد نفسه يحلم ان هو يكسب ربعها حاجه كبيره جدا. ما بيتهيأليش ان هزه او هزتين تاثر على التاريخ بتاعه. انا شايف ان في تحامل كبير قوي على كابتن ميدو. طبعا كابتن ميدو بيتهيألي ان تاريخه ما يتعوضش. صعب جدا ان حد يقرب من التاريخ بتاعه. فانا شايف ان احنا نكون رحماء شويه بالموضوع ده. كابتن نادر يعني برضو يعني طبعا يعني كابتن محمد صلاح ده رمز كبير جدا جدا في الفولي بول. مفيش لعيب بيلعب كره طايره في مصر كلها على مدار كل السنين اللي فاتت دي ما يعرفش مين هو كابتن محمد صلاح. كابتن مصلحي وهو لعيب كان احسن لعيب في افريقيا، احسن لعيب في الدوري لسنين كتيره. كان لعيب مكافح جدا في الملعب، كان محارب في الملعب. مش اي حد يبقى عامل زي ميدو في الفتره اللي جايه دي، صعب جدا جدا. كابتن محمد مصلحي نتكلم للاول كلاعب بطولاته ما شاء الله محليه قاريه عالميه ما شاء الله. يعني بشان اللي هتكلم على كابتن محمد مصلحي علامه كبيره جدا في الفولي بول كويس. كمدرب ما شاء الله بدا اعتزل مسك فريق الدرجه الاولى كمدرب بعد كده مسك كمدير فني ما شاء الله بطولات كبيره جدا جدا دوري وكاس وافريقيا وعرب ما شاء الله. وارد جدا ان يحصل دروب، خسرنا دوري او خسرنا كاس مفيش مشكله خالص، دي لا تقلل ابدا 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 من كابتن محمد مصلح. وقد يكون يعني جاء وقت التغيير وده طبيعي سنه الحياه، ولكن ده ما يقللش ابدا من أبداً كابتن محمد مصلح. ابدا ابدا لا كابتن محمد مصلح واحنا بنرفض اي يعني لا 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 يعني هجوم عليه بشكل او باخر. كابتن محمد مصلح بيشتغل ويكفي يا كابتن انه كان بيخسر حتى البطوله اللي خسرناها كان بيخسر بشرف. يعني ما شفناش النادي الاهلي في حاله خالص خالص. انا اسف يعني في حاله صعبه او مثلا بيخسر 3-0 او لا 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 يعني خالص في انهيار خالص في الفرقه. هو الراجل كان بيكافح، كان ممكن كره هنا كره هنا ياخد. انا بالنسبه لي ماتش يوصل 3-2 وشوط خامس وشوط فيصلي ده ممكن يكون مثلا ايه ده من عند ربنا، ده حظ. توفيق وعدم توفيق وعدم توفيق بالظبط. يعني انا كان ممكن في لحظه ان انا اكون كسبان دوري وكاس بالظبط. هو ده اللي بقوله في الشوط الخامس. وكان الدنيا تتغير خالص ويبقى كابتن محمد الدنيا بالزبط. انت رجعت الدوري ورجعت الكاس. قد يكون يا كابتن قد يكون التغيير هو يعني النادي شايف ان التغيير مهم، ولكن ده لا يقلل ابدا من كابتن محمد مصلح ميدو. وان احنا كاستوديو ابطال ممكن له كل الاحترام، وده هو النادي الاهلي دايما بنحترم كوادرنا ودايما بنحترم رموزنا في كل مجال. خلينا نروح لصاله الشباب والرياضه ونطير لهناك ومراسلتنا مريم سميح
عشان كالعاده ننقل لحضراتكم اجواء ما قبل المباراه. اتفضل يا مريم. برحب بيك يا كابتن هيثم، برحب طبعا بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي كابتن حسام شعراوي وكابتن نادر نبيل، وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن طبعا زي ما انت قلت يا كابتن هيثم، من داخل صاله 6 اكتوبر الدوليه لنقل ما قبل احداث مباراه طبعا سيدات طايره الاهلي في ثاني مباريات او جيم 2 في طبعا نهائي كاس مصر. طبعا الحقيقه انه الاستعدادات او كان مقرر ان المباراه تنقل على هواء مباشره، أو كان مقرر ليها البدء في تمام الساعة 8 مساء، ولكن الحقيقة أن تم تأجيلها إلى الساعة 10 مساء. والحقيقة أن احنا في انتظار يعني بدء المباراة أو انطلاق المباراة. الحقيقة أن يعني سواء فريق النادي الأهلي أو فريق نادي الزمالك كانوا في أرض المباراة منذ الساعة 9:30 يعني تحديدا، أو قبل كمان الساعة 9:30 الحقيقة بدقائق، لإجراء طبعا عمليات الإحماء في انتظار بدء المباراة أو انطلاق المباراة. زي ما احنا عارفين يعني يا كابتن هيثم، يمكن دايما ما بيبقاش في سلسله الجيمز الباست اوف 3 او الجيمز اللي ورا بعض بيكون موجود فقط عمليات استشفاء او عمليات ريكفري، وده اللي كان موجود طبعا في صفوف فريق النادي الاهلي سيدات طايره النادي الاهلي تحت قياده كابتن حمدي الصافي. الحقيقه كان في عمليات ريكفري امبارح طبعا عقب انتهاء المباراه، والنهارده كان في محاضره اخيره قبل بدء هذه المباراه كان فيها كل الامور الخاصه بمباراه الامس، ويمكن كمان كابتن حمدي الصافي استرجع معاهم كل الامور الخاصه كمان بمباريات الدوري، لان نفس السيناريو يعني يمكن يا كابتن هيثم حصل هو يمكن خسرنا جيم 1 قدرنا ان احنا يعني نحسم جيم 2، قدرنا ان احنا نحصل على طبعا بطوله الدوري زي ما احنا كنا موجودين من نفس الصاله، وكمان احتفلنا من نفس الصاله مع كل متابعي شاشه قناه النادي الاهلي، وكمان يعني كان مع كل يعني الفريق ومع الجهاز الفني والاداري. كان في محاضرة خاصة ومطولة بشرح كل الأمور اللي حصلت علشان يتفادوها في هذه المباراة، عايزين نفس السيناريو يحصل، قادرين إن احنا نعوض. ده كان كلام طبعا كابتن حمدي الصافي لفتيات الذهب، قادرين إن احنا نقدر نعوض سواء في الجيم ده، ونقدر كمان إن احنا نحسم الكاس لينا إن شاء الله. إن شاء الله النهارده كلنا أمال على سيدات طايرة الأهلي إن هم يقدروا إن هم يحسموا هذه المباراة، على عكس مباراة الأمس طبعا اللي انتهت بنتيجة 3-1. إن شاء الله نقدر إن احنا نحسم المباراة النهارده، وان شاء الله نحسم الفوز او البطولة يوم الخميس المقبل. خليني يعني اتكلم قبل بدء هذه المباراة، يمكن كان في طبعا مباراه وادي دجله ونادي الصيد لتحديد المركزين الثالث والرابع. الحقيقه ان امبارح نادي الصيد قدر ان هو يحسم هذه المباراه النهارده، على عكس يعني مباراه الامس نادي وادي دجله النهارده قدر ان هو يحسم جيم 2 لصالحه. كانت نتيجه الاشواط 25-11 25-22 و25-19، قدر ان هو يحسمها يعني كامله في وقت كمان قصير ما لجاوش لاشواط اضافيه سواء شوط رابع او شوط خامس. النهارده ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق، اكيد هي مباراة صعبة للغاية طبعا يا كابتن هيثم، زي ما احنا عارفين نادي الزمالك اكيد خصم قوي وليه كل الاحترام زي ما احنا شفنا خلال المباريات او النهائيات اللي فاتت، فاكيد النهاردة مباراة ليست بالسهلة، وده اللي عامله اكيد حسابه سواء الجهاز الفني او الجهاز الاداري وكمان اللاعبات. يعني يمكن خليني اقول لك الاجواء زي ما انا بنقلها دايما، يعني يمكن من صالة 6 اكتوبر الدولية او حتى يعني مختلف الصالات، ولكن الحقيقة ان بيبقى فيه تشديد امني كبير جدا داخل هذه الصالة. كشف مسبق طبعا تم وضعه من قبل اتحاد الطايره، الحقيقه بيتم الالتزام بيه بشكل الحقيقه يعني فعلا مهندم جدا وبشكل كامل، بيتم الالتزام بيه. كل الاسامي اللي موجوده فقط في الكشف هي اللي مسموح ليها الدخول، ليس هناك جمهور زي ما احنا تعودنا خلال المباريات الماضيه، فقط الحضور مقتصر على سواء طبعا يعني الاجهزه الفنيه والاداريه اكيد بالطبع، ويمكن بيكون في وجود لعائلات اللاعبات سواء من فريق النادي الاهلي او فريق نادي الزمالك. والحقيقه يعني زي ما انت شايف خلفي يا كابتن هيثم، يمكن عمليات الاحماء بدات في يعني السرعه فيها، وكمان يعني ده استعدادا لانطلاق المباراه المحدد ليها في تمام الساعه 10 مساء. يمكن دي كانت كل الاجواء من هنا من داخل صاله 6 اكتوبر الدوليه. كابتن هيثم طبعا انا معاك لو في اي استفسار الكلمه ليك مره اخرى. مريم سميح بشكرك شكرا جزيلا، وكالعاده يعني متالقه ودايما يعني تدينا الاجواء، ما بتسيبناش فرصه نسال ويبقى في معلومه غايبه. بشكرك شكرا جزيلا يا مريم، وان شاء الله يا رب نلتقي بعد المباراه بعد ما نكون فايزين. وعايز اقول لحضراتكم ان هذا الموقف تعرض اليه نفس الفريق في بطوله الدوري، انه خسر جيم 1 ولكن فاز بجيم 2 وجيم 3، فان شاء الله نتمنى ان ده يحصل في دوري في بطوله الكاس. ويبدو ان المباريات الكره الطائره بقت اكثر تشويقا من الالعاب الاخرى. كابتن نادر يمكن
حضرتك وكابتن حسام اكدته انه فنيا عادي جدا انت تادي مباراه النهارده وحشه في الطايره وبكره تادي مباراه جيده جدا بتتقلب الدنيا. حصل في الدوري 180 درجه وحصل في بطوله الدوري مع السيدات وحصل ايضا مع الرجال يعني بالزبط. خسروا اول ماتش اول ماتش ثاني ماتش كسبناه حتى الثالث خسرانين 3-2 بعد مباراه يعني ماراثونيه كبيره. فاذا كل شيء ولي. طيب خلينا نستعرض مع الساده المشاهدين زي ما تعودنا يا كابتن الاجهزه الفنيه واللاعبات. خلينا نبتدي بالجهاز الفني للنادي الاهلي. اتفضل يا كابتن نادر. الجهاز الفني للنادي الاهلي طبعا كابتن حمدي الصافي مدير فني، كابتن ياسر صلاح مدرب عام، كابتن احمد عبد الفتاح مدرب، ايهاب عبد المنعم مدير اداري، هدير وحيد طبيب الفريق، منة الله عادل علاج طبيعي، راني عبد العزيز مخطط احمال، كابتن شريهان سامح محلل تقني، واداري كابتن وليد عصمت. اشكرك كابتن نادر. كابتن حسام خلينا استعرض مع سيادتك الجهاز الفني لطائره سيدات نادي الزمالك. اتفضل يا كابتن. طبعا كابتن احمد فتحي مدير فني، كابتن اكرامي هيكل مدرب عام، كابتن محمد انور مدرب مساعد، كابتن هبه محمد اداري، كابتن شادي فهيم محلل تقني، دكتور سميه ناجح علاج طبيعي، الدكتور بلال معد بدني. كابتن نادر استكمالا لاستعراض قوائم الفرق خلينا نستعرض مع سيادتك قائمه طائرات سيدات النادي الاهلي. قائمه الاهلي النهارده ان شاء الله كابتن ايه الشامي، ندى وليد، مريم الصغير، دعاء الغباشي، دانا رايس المحترفة، سلمى يوسف، نهلة سامح، شروق فؤاد، زينة العالمي، سارة أمين، باي غزال، مريم ثروت، آية خالد، علياء هاني، دعاء محمد، لقاء محمد، كارينا أكاسيو المحترفة من بورتريكو. طيب لؤة دخلة. طب كابتن يعني مين النهاردة من جوه التشكيل ده ما كانش موجود امبارح؟ اللي ما كانش موجود امبارح هو دي التشكيله بالكامل، ده الفريق بالكامل. طيب هنجيب لكم من ارض الملعب بقى، ده الفريق كامله، دي قايمه. انما اللي هيلعبوا هنجيبوا لحضراتكم من ارض الملعب من واقع السكور شيت. ولكن يمكن ما هو لؤى وعلياء وشروق اللي ما كانوش موجودين امبارح، ولكن احنا عايزين نعرف السكور شيت متسجل فيه مين النهارده. مهم جدا نجيبها من ارض الملعب. وخلينا نروح مع كابتن حسام نستعرض قائمه طائره سيدات نادي الزمالك. اتفضل يا كابتن حسام. نادي الزمالك مريم متولي رقم 4 ضارب مركز 4، البرازيليه ملكه رقم 5 ضارب مركز 4، ايسل النديم رقم 7 ليبرو الفريق، فريده هشام رقم 9، مايا ممدوح رقم 10 ضارب مركز 2، سابين حسن عابد رقم 11 ضارب مركز 2، فريده العسقلاني رقم 12 ضارب مركز 3، ياسمين نوح رقم 14 ضارب مركز 4، نوران احمد رقم 15، دانا شوقي رقم 18 معد، هنا الحسن محمد رقم 19، نور ايهاب عزمي رقم 20 ليبرو الفريق، داليا المرشدي 22 ضارب مركز 3، هنا سند رقم 24 معد الفريق. تمام، دي كانت قائمه نادي الزمالك. وخلينا استعرض مع حضراتكم لقاءات او تاريخ لقاءات الفرقتين هذا الموسم. يمكن الفريقين تلاقى 7 مرات. الجولة الثانية من المجموعة الأولى كان في طبعا كل ده في الأدوار التمهيدية، الأهلي فاز 3-1 كانت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. الجولة الثانية أو الجولة التاسعة في المجموعة الأولى فاز نادي الزمالك 3-1 في صالة عبد الرحمن فوزي بمقر نادي الزمالك ب 100 عقبة. الجولة الأخيرة من الدور الترتيبي الأهلي فاز 3-1، أول لقاءات سلسلة نهائي دوري السيدات الزمالك فاز، ثاني اللقاءات الأهلي فاز، ثالث اللقاءات ايضا الاهلي فاز وحصل على بطوله الدوري، اولى لقاءات سلسله نهائي كاس مصر للسيدات الزمالك فاز 3-1. يعني زي ما حضراتكم شايفين التاريخ بيقول ان احنا بنتبادل الفوز، يعني يمكن النادي الاهلي هو اللي كسر هذا التبادل بالفوز بمباراتين متتاليين في سلسله مباريات الدوري باللقاء الثاني والثالث، كسر هذا التبادل. كان دايما يمشي مباراه 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 مباراه، ولكن النادي الاهلي كسر هذا التتابع، وعشان كده النادي الاهلي لقب ببطل الدوري للمره 39 في تاريخه على التوالي، مش للمره 39 على التوالي. النهارده مهم جدا المباراه، لانه الحقيقه احنا ما عندناش فرصه ثانيه للتعويض. امبارح كان يعني المباراه انتهت لصالح نادي الزمالك وتقدم في السلسله 1-0. النهارده النادي الاهلي لازم يعادل السلسله، عندنا يوم راحه ان شاء الله، وبعد كده يوم الخميس تبقى المباراه النهائيه. نتمناها هذا السيناريو ان شاء الله، وكلنا ثقه في اللاعبات ان هم يقدروا النهارده يعني يأدوا بشكل كويس. ده طبعا زي ما حضراتكم شايفين الإحماء في أرض الملعب، ويتبقى على المباراة بالظبط 18 دقيقة. المباراة ستقام في تمام العاشرة، وأنا عايز أقول لحضراتكم أسباب التأخير. هو طبعا المباراة كانت في البداية الساعة 8:30،
كان الاتحاد دايما بيعملها 8:30، ولكن بعد التاخر اللي حصل امبارح في المباراه قال لك اعملها 9، وكلنا اشدنا بهذا القرار انه ادى فرصه ما بين الماتشين عشان ايه يبقى في فتره كافيه للمباراه السابقه. بعد كده تم ابلاغ الجهاز الفني واللاعبات انه المباراه بقت 9:30، وتم ابلاغهم منذ قليل المباراه بقت الساعه 10. طيب التاخير الثاني والثالث ده كان نتيجه البث عشان يكون انتهى او انتهت مباراه البال الباسكتبول افريكان ليج اللي طبعا بتتلعب في الصاله القريبه من هذه الصاله، صاله الدكتور حسن مصطفى او مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى، وبالمناسبه دي صاله الشباب والرياضه اللي في مدينه طبعا 6 أكتوبر. انا عايز اقول لكم ان الصاله دي انا الحقيقه كنت فيها النهارده والاسبوع اللي فات كلها، هي الحقيقه صاله يعني جيده جدا والصيانه فيها بتمشي بشكل جيد، فطبعا هي محتفظه برونقها اللي ابتدت بيه. طيب خليني اشكركم يا جماعه، اشكر طبعا طاقم قناه النادي الاهلي اللي في ارض الملعب، واشكر الطاقم قناه النادي الاهلي اللي في الكنترول روم انه طبعا مدوني بقوائم الفريق، فكابتن حسام كابتن نادر استاذن حضراتكم تسجلوا ورايا الفريق او طبعا قائمه الفريق من واقع السكور شيت. ايه طبعا حمدي الشامي دي اللاعب رقم 1 في طبعا النادي الاهلي، دعاء توفيق السيد في ديانا كارولينا رايس، نهله سامح، شروق فؤاد زي ما قلنا لحضراتكم ان شروق هتعود مره اخرى للتشكيل، زينه تامر حازم العالمي، ساره احمد امين، مي محمود فؤاد، مريم ثروت، ايه خالد، دعاء محمد حسن، كارينا اوكاسيو، وطبعا الليبروهات ندى وليد ولؤى محمد، والجهاز الفني طبعا بقياده الكابتن حمدي صافي. ده كان تشكيل النادي الاهلي. خلينا نروح لتشكيل نادي الزمالك، تقريبا لم يشهد اي تغيير. مريم متولي رقم 4، ملكه المحترفه البرازيليه، فريده هشام، مايا ممدوح، سابين حسن عابد، فريده احمد مجدي، ياسمين نوح ادم، نوران احمد سعد، دانا شوقي، هنا الحسن، داليا اشرف المرشدي، هنا هشام، محمد سند، والليبروهات ايسل محمد حسين ونوره ايهاب، دول الليبروهات، وطبعا الجهاز الفني بقياده الكابتن احمد فتحي شعبان. ده كان قوائم الفريق. كده جبنا لحضراتكم طبعا حصريا قبل اي حد طبعا قوائم الفريق. طبعا كابتن فريق النادي الاهلي نهله سامح، كابتن فريق النادي الزمالك الحقيقه مش كاتبين في السكور شيت مين الكابتن، فانا الحقيقه مش عارف مين الكابتن. طيب ده كان التشكيل. طبعا طاقم التحكيم برضه هنجيبه لحضراتكم، حكم اول وحكم تاني. طبعا الحكام المصريين يعني اللي حصل في نهايات الدوري يعني واللي حصل بين احداث، لا الحكام المصريين طبعا بلوا بلاء حسنا الحقيقه. أكيد. الواحد يعني زي ما بيقولوا ما يعرفش ايه لما يشوف ايه، فطبعا الحقيقه والله يعني الحكام كانوا المصريين فعلا على قدر عالي كبير جدا من ال 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 يعني الاشاده بحقيقه. الحكام المصريين بامانه مع كل اختلافنا ومع كل يعني الحقيقه اللي كنا بنقوله، ولكن الحكام المصريين كنا كل جمله وفي غلطه ولا حاجه ولا اتنين كان بتبقى حدث. فالحقيقه احنا نحب نشيد برضو بالتحكيم المصري، وامبارح كان التحكيم المصري جيد بالرغم ان احنا خسرنا من المباراه. ومش دايما قناه النادي الاهلي تنتقد يعني الحكم عشان بنبقى في الماتشات اللي خسرناها، لا والله ابدا، احنا مباراه امبارح خسرناها يا كابتن والتحكيم امبارح كان كويس. التحكيم كان جيد، حكمنا مصريين على بصراحه. انا عايز اشيد بالاتحاد المصري ان هو في بطوله الدوري دخل تقنيه الفار في بطوله الدوري، دي كانت حاجه كويسه جدا. تشالنج طبعا دي كانت حاجه حلوه جدا في الدوري، كنت اتمنى ان هي كانت تبقى موجوده في ماتشات الكاس، كانت هتوفر غلط وكلام كتير جدا حصل، خصوصا ان الحكام الاجانب يعني هو ما يعرفش ولا اهلي ولا زمالك، هو الراجل جاي يحكم الكره طايره. بالظبط، هو جاي يحكم كره طايره، فلا الحاجات التقنيات الحديثه دي حاجه بتساعده، كانت هتطلع الشكل والمنظر الجميل ده، كان هيبقى احسن واكتر بس جميل. في معلومه مش عارف حضرتك عارفها ولا لا يا كابتن، اتفضل. انه التشالنج ما ينفعش يتطبق في اي صاله غير حسن مصطفى. هو ما كانش فعلا يتطبق غير في حسن مصطفى، وللاسف ما كانش الماتشات بتاعه الكاس دي ينفع تتعمل في حسن مصطفى طبعا عشان الباسكتبول افريكان ليج. بالظبط. انا كنت اتمنى ان كانت تبقى موجوده فعلا في بطوله الكاس. يمكن يكون السنه الجايه يكون الماتشات بتاعه الدوري وكاس في اوقات او مواعيد تسمح ان هي تكون في حسن مصطفى عشان نطبق التقنيه دي. طيب. دي هتبقى حاجه كويسه جدا. استاذنك يا كابتن هقطعك بس عشان ايه نذكر او نقول الحكام. طيب خلينا حكم اول منيره مفتاح، مشيره مفتاح انا اسف، حكم مشيرة. تاني محمد منير، مسجل مريهان محمود، مساعد مسجل ساره مسعد، ده الحكام الاربعه. حكم اول وثاني دوليين.
وبعد كده دول بتهيألي رايات كابتن داليا كمال، كابتن محمد نبيل، كابتن فرحه هاني، كابتن يحيى عصام. طيب مراقب المباراه كابتن عصام انور رئيس لجنه المسابقات، ومراقب الحكام كابتن مجدي حافظ رئيس لجنه الحكام. يعني لوحه مايا، كابتن مايا صلاح، هيا صلاح كابتن هيا صلاح. انا اسف لان الكلام او الاسامي مكتوبه بخط الايد ومش واضحه، على قد ما بنقدر يعني نجتهد ان احنا نجيب لحضراتكم. طبعا انا شايف ان لما يحط مراقب مباراه رئيس لجنه المسابقات ويحط مراقب مباراه رئيس لجنه الحكام، يعني هنا الاتحاد بيولي او يعني اهميه كده. والحقيقه خليني اقولها يا كابتن برضو، زي ما احنا بنقول كلام لازم نشيد بالاتحاد. الحقيقه الاتحاد السنه دي زي ما قلت يا كابتن حسام عمل حاجات حقيقه اول مره نشوفها. احنا بنقول الغلط غلط وبنقول الصح صح من باب ان احنا عايزين المصلحه. ولكن النهارده لجنه المسابقات عملت نظام جديد بدانا نشوفه من السنه اللي فاتت اللي هو بلاي اوف، ده رقب اللعبه وجذب المشاهد بشكل كبير للعبه. كمان التشالنج اللي اتطبق لاول مره في مصر، عندك كمان الاستحداث بطوله السوبر اللي ما كانتش بتتعمل قبل كده رجعت تاني. رايك يا كابتن حسام؟ يعني انا اهم حاجه بالنسبه لي او اهم حاجتين، اول حاجه طبعا تقنيه التشالنج ان هي كانت موجوده في الدوري، دي حاجه طبعا مميزه جدا، واحنا كده بنواكب التطور العالمي في كره الطايره، دي حاجه يعني انا سعيد بيها جدا في بطوله الدوري المصري. الحاجه الثانيه المهمه جدا اللي هي موجوده من السنه اللي فاتت، ان عدد الماتشات اللي بتتلعب بين قطبي كره الطايره في مصر الاهلي والزمالك بقى كبير. يعني احنا في لو هنتكلم عن البنات النهارده ده الماتش الثامن بين الاهلي وزمالك، فالماتش الثامن دوت الاهلي كسبان 4 ماتشات والزمالك كسبان 3 ماتشات، دي حاجه بيتهيالي ان هي عملت جذب كبير جدا للمشاهد، ان انا مش بتفرج على كره طايره بس، لا ده انا كمان متابع كره طايره السيدات. فهم عرفوا فعلا ازاي يجذبوا الجمهور ويخلوا الناس تتابع كره الطايره. صحيح يا كابتن. غير سنين كثيره فاتت قبل كده بقت الناس بتستنى ماتش الاهلي والزمالك كره طايره زي ماتش الاهلي والزمالك كوره. الله ينور عليك. ده يعني دي حاجه تحسب فعلا للاتحاد بصراحه. طبعا لجنه المسابقات ان خلت الكره الطايره تتحط على الخريطه ثاني في اولويات المشاهد. نعم. رايك ايه يا كابتن؟ انا بس هنرجع بس خطوه بس لورا. اتفضل يا كابتن. موضوع التشالنج، انا شايف طبعا دي حاجه كويسه جدا، بس انا يعني شايف ان الفيرجن شويه اللي نازل قديم شويه، يعني مش حديث. وفي نفس الوقت انا يعني برضو الناس اللي شغاله على التشالنج ده محتاجين تدريب شويه. أيوة، لان لو تاخد بالك لما بيحصل اي مدرب بيطلب التشالنج تاخد وقت طويل، تصوير كاميرا من هنا، لا ارجع للكاميرا دي، لا ارجع للكاميرا دي، فبحس انها بتاخد وقت طويل شويه. تهلي كويس ان احنا ابتدينا يا كابتن. انا في الاول بقول لك دي حاجه كويسه جدا كبدايه من الاتحاد، بس محتاجين فيرجن سوفت وير اعلى بالظبط. يعني بنتفرج على الفي ان ال مثلا بنلاقي حاجه ثانيه خالص غير اللي احنا بنتفرج عليها هنا. لو الكوره انسايد بملي بتبان، لو تاتش جايه في يعني حاجه بسيطه جدا يعني ما حدش يحس بيها غير اللي طالع بلوك نفسه بتبان. لكن طبعا كبدايه طبعا دي حاجه كويسه جدا، ونتمنى ان شاء الله نشوف بقى الاحدث والاحسن ان شاء الله باذن الله. في مثل بيقول لك تاتي متاخرا افضل من ما لا تاتي خالص. خلينا نقولها بالعاميه، تيجي متاخر احسن ما بتجيش خالص. لا صح عندك. فطبعا الموضوع ده يعني بيبقى اكيد بدايه واكيد بنحييه. يمكن طبعا الاتحادات اللي كانت بدات بده كانت اتحاد السله، كان عمل الاي ار اس. طبعا هي كل لعبه بتسميه اسم، الكوره بيسميه فار، اشهره على الاطلاق هو الفار، لانه الفار هو ده الاشهر عشان كره القدم المتابعه. في الكره الطائره اسمه تشالنج، في السله اسمه اي ار اس، في كره اليد بيتطبق في نطاق ضيق جدا وتقريبا اخر دقيقه او اخر دقيقتين بس، ده المسموح. متهيألي هو ده المسموح بس في اخر مباراه حتى. مش منتشر او مش مطبق في طول المباراه. والحقيقه برده ما اعرفش اسمه ايه في الطايره في اليد، مش فاكر. ولكن هو اصبحت التقنيه موجوده في كل الالعاب، في الاسكواش موجوده، في ده حتى السباحه بدا يبقى التاتش بالساعات الحديثه، السكرين كده، في سكرين مقيس عليها، لان هي موجوده في السباحه بقى من فتره، من زمان، من الاولمبياد. طبعا ودي بتبقى موجوده في الحيطه بتاعه، لان هو السباحه جزء من الثانيه، مستحيل ما بيتكلموش في ثانيه، بيتكلموا في جزء من الثانيه، فلازم تكون. كره القدم طبعا من زمان بداوا حتى التقنيات بتاعه الاوفسايد، مش بس الفار. الاوفسايد بيبقى فيها تطورات، يعني هي موضوع التكنولوجيا ديت بدات تخش في كل مجالات الحياه، فطبعا لازم تخش في الرياضه. فهي احنا بنشوفناها في الكوره بدات من فتره كبيره وبدات تتطور لغايه لما وصلت للفار اللي هو موجود دلوقتي. برضو التشالنج عندنا في الكوره الطايره بادئ برضو بقاله فتره، ودخل السنه دي ممكن يكون دخل مره قبل كده في مصر، بس احنا حطينا خطوه او حطينا رجلينا في الموضوع دوت. انا بيتهيألي ان السنه الجايه هيكون احسن من كده. الاتحاد مش هيستنى ان هو حد يقول له طور، لا، هو الاتحاد لوحده بيعرف هو عايز يوصل لايه بالدوري، بالدليل ان احنا دلوقتي
كلنا الناس كلها قاعده تتفرج على ماتش الاهلي وزمالك. يعني ده تطور كبير جدا رجال وسيدات كمان. طيب خليني اقول لكم حاجه يعني تخرج بره الشد شويه العصب اللي احنا فيه يعني هنشوفه دلوقتي كمان اثناء المباراه نتفرج مع بعض. كنا في رمضان بنعمل برنامج الاهلي في رمضان. ففي احد الحلقات يعني كنت شرفت فيها كانت بتتكلم عن الدورات الرمضانيه. تعرفوا ان الدورات الرمضانيه بقى فيها فار ومسمينه فار الغلابه؟ اه والله تمام والله العظيم فار الغلابه. اه وجبنا وجايبين كاميرات وجايبين فيديو والحكم والله زي ما بقول لك انا مصدقك والزملاء في الاعداد جابوا بتاع وجابوا دوره رمضانيه كبيره جدا في وطبعا فيها كبرة. عصبيه جامده جدا ويجروا يبصوا على الفار وبتاع. يعني قصدي اقول لك الفار ده بقى فكر صح وبقى من نوع من انواع انه يدي لك حقك والعداله فيها عداله كبيره جدا بنسبه كبيره جدا الفرقه بتاخد حقها. يعني احنا لو الفار موجود التشالنج موجود في النقطه اللي احنا كنا اخيره في ماتش الكاس اللي هي النقطه 24 وكنا رايحين على النقطه 25 اللي اتلمس فيها الانتنه بالظبط ونزل على الشبكه كان لعب عمل اللعبه دي كانت تفرق في بطوله. تخيل النقطه تفرق في بطوله. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. يعني هو اللعيب برده ممكن يكون من سخونه الماتش وسخونه النقطه ممكن تكون الكره طبعا لمست فيه وهو ما حسش ان بتحصل طبعا بتحصل. لعيبه كتير جدا ممكن تكون لمست الشبكه مثلا بظهر التيشيرت او بجنبها وهو ما حسش ان هو لمس الشبكه. كابتن الكره دي بالذات كان الانتنه في الشبكه. انا هقول لحضرتك لو في فار كانت تبقى ضربه جزاء مش كانت تبقى ما كانتش تعدي نقطه كده. انا واحد من اللعيبه كان ممكن اقعد للحكم احلف له ان الكره مش تاتش فيا هي تاتش فيا بس انا مش حاسس ان هي تاتش. سخونه اللعب مش عشان انت بتقول حاجه غير الحقيقه. اه بالظبط. لا مش عشان انا بقول حاجه غير الحقيقه بس انا مش حاسس ان الكره تاتش. بس دي كيس واللي حصلت هناك كيس ثانيه. ده الانتنة متاخدة بالشبكة يعني بالدنيا كلها. فكان كل النادي شايف كل يطلع الحاجات ديت ويطلع ويدي كل واحد حقه فعلا. فانت مش هتقول انا اتظلمت في بطولة او اتظلمت في نقطة. لا انت الحاجات دي هي اصلا. طب اقول لك على حاجة يا كابتن. اتفضل. عارف لو التشالنج موجود انت ممكن ما تحتاجش الحكم التاني. أو والله ممكن انت بدل ما ترجع الحكم التاني ترجع للتشالنج. لا لحد كبير. وكمان انا عايز اقول حاجه. الحكم التاني بيبقى ليه دور برضو في التغييرات وليه دور كمان في الروتيشن بتاع اللعيبه. لا لما يستدعيه يساله في حاجه. لا دي حاجه ثانيه. لا انا يعني الحكم التاني برضو ليه ادوار مهمه جدا ان هو بيساعد هو المساعد الاول للحكم الاول. وكمان في نفس الوقت هو بيشوف الروتيشن بتاع اللعيبه كل واحد واقف في مكانه ولا لا. فدي مش كل مره هتشوف التشالنج فيها. انت عارف برضو ممكن الحكم يطلب هو نفسه التشالنج. ممكن الحكم يقول لك طبعا هو يطلب التشالنج. انا مش شايف النقطه بدل ما اعيدها. صح. انا عايز النقطه يعني انا بيتهيالي دي كان ممكن الحكم يطلبها في الكره التاتش اللي او الكره الانسايد اللي الحكم ما كانش عارف هي انسايد ولا اوت سايد ما خدش باله واللاين برده ما كانش اللي هو كان عايز يحط انسايد وبعد كده راح رفع اوت سايد هو ما حدش شاف الكوره فالحكم حسبها جيم بول. فالحاجات دي الحكم فعلا كان الحكم كان هيطلبها كان هيشوفها وده حقه. عشان كده كابتن هيثم برده احنا بنقول الحكام المصريين بخير جدا جدا جدا. احنا عندنا حكام مصريين على اعلى مستوى وبيحكموا اعلى ليفل في الكره الطايره. اكتشفنا كده. انا متأخر. يعني لان احنا مش متأخر ولا حاجه. احنا الاهلي والزمالك دلوقتي لان الدوري بتاعنا في مصر مع احترامي طبعا للدول العربيه والخليجيه والكلام ده الدوري عندنا في مصر الاهلي والزمالك اعلى عاليه بكتير. حتى مش غير الاهلي والزمالك مثلا طلائع الجيش وبتروجيت بتروجيت كان ماتش كويس جدا برده. لان سرعه الكوره عندنا في الدوري المصري غير بره. يعني في الدول العربيه والخليجيه الموضوع مختلف شويه بدليل احنا 11 عالم 12 عالم 9 عالم 10 عالم. فسرعه الكوره الحكم لما بيكون واخد على سرعه كره معينه ويلاقي اسرع فبقى قراراته بتبقى يعني مش يعني الى حد ما متاخره شويه بيبقى في تردد شويه. فلا حكامنا طبعا بخير جدا 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 يعني. طب كابتن ارجع لمباراه النهارده. طبعا صعب اسالك السؤال ده. السؤال ده بيبقى صعب عليا قوي طلع عظيم. انا مش عايز لازم اسالكم والنبي لازم اسالك. توقعاتك ايه؟ صح توقعاتك ايه؟ كنت معلش انا لازم اقول لك كده ليه لازم سؤال. انا دايما بكون متفائل وعندي ثقه طبعا في بناتنا ان هم متعودين ان شاء الله باذن الله ان هم هيكسبوا. وانا عندي ثقه طبعا في الجهاز الفني بالكامل جهاز فني وطبي واداري. اللاعبات على اعلى مستوى طبعا من الخبره اغلبهم لعيبه في منتخب مصر وانا عندي طبعا ثقه كبيره جدا فيهم ان شاء الله باذن الله. طب خلينا نطلع فاصل اعزائي المشاهدين ابقى اخد راي كابتن حسام عشان هو قاعد بيجاهز يعني الرد هيقول ايه. خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل تغطيتنا المستمره لمباراه 2 في نهائي كاس مصر لكره الطائره سيدات ولكن بعد الفاصل. زي ما حضراتكم متابعين دي لقطات طبعا حصريه من ارض الملعب. اللي عايز اقوله لحضراتكم ان بالشكل ده لا المباراه مش هتبتدي 10 باللي انا شايفه في التسخين ده. يعني ممكن تتاخر لها 5 دقائق 10 دقائق كمان. الحقيقه يعني مش عارف السبب التاخير ايه. هم كانوا قالوا الساعه
10 المباراه بس بالشكل اللي انا شايفه والتسخين ده على مهلهم خالص، لا المباراه ممكن تتاخر لها 10 دقائق وربع ساعه كمان. اتمنى ان شاء الله ان المباراه ما تتاخرش عن كده حتى عشان اللاعبات، يعني صعب جدا ان اللاعبات تبتدي زي ما حضراتكم شايفين اهي. بس شكرا يعني التسخين ده والكلام ده والوقفه دي ولسه الاجهزه الفنيه والصور اللي بتلتقط لطاقم التحكيم، لا احنا كده يعني قدامنا حبه حلوين يعني ممكن ربع ساعه على الاقل يعني عشان نخش في المباراه. التاخير ايه؟ انا توقعت التاخير عشان البث، ولكن النهارده البال الشوط الكوارتر الثالث لسه ما خلصش يعني او على وشك انه يخلص، فطبعا لا مش عشان البث بقى يبقى الموضوع موضوع تاخير لا ادري سببه حتى الان، ولكن انا حاولنا. طيب الثالث انتهى 74-56 طبعا، والكوارتر الثالث هو كلمه السر في فريق المتادور الاهلاوي فريق كره السله رجال اللي انهى الشوط الثالث بتفوق كبير طبعا يمكن 28 نقطه للنادي الاهلي. نتمنى الكوارتر الرابع ان شاء الله يبقى افضل. وما زال التسخين زي ما حضراتكم شايفين، لا الوضع بتهيألي يعني قدامنا مش اقل من ربع ساعه، وزي ما حضراتكم شايفين الصاله يعني خاويه يعني شبه خاويه من الجماهير باستثناء الحضور اللي تم اثباته في القائمه المرسله من كلا ناديين. كل نادي بيبعت بعدد معين بيطلب منه الاتحاد بيتم ارساله للاتحاد وللجهات المختصه والقيادات المعنيه بحيث انه اللي يدخل الصاله اللي اسمه مذكور فقط، والاسامي بتبقى يا اما مجلس اداره النادي الاهلي يا اما حد من اسره كره الطائره اولياء امور او اهل اللاعبين او اسر اللاعبات، يعني بيبقى عدد قليل زي ما حضراتكم شايفين. يمكن المدرج على يمين المقصوره طبعا شمال المقصوره خاويه تماما، المقصوره حتى نفسها الصف الاول مش ممتلئ يعني 6-7 كراسي، دول اكيد اعضاء مجلس اداره نادي الاتحاد المصري لكره الطائره، ممكن مجلس اداره النادي الاهلي، ممكن حد من مجلس اداره نادي الزمالك. يمين المقصوره زي ما حضراتكم شايفين العدد برضو يعني مش كبير، واضح ان هو يعني عدد على اصابع اليدين يعني مش 10-15 فرد بس اللي قاعد في يمين المقصوره. الناحيه الثانيه برضو مطرح الكاميرات زي ما حضراتكم شايفين ممكن يكون ما فيش حد، يعني اللي قدام الكاميرات اكيد يعني افراد من الميديا او متابعه المباراه او الصحفيين، فالمباراه قد تكون يعني اشبه بدون جمهور. طيب المباراه ان شاء الله لو فزنا فيها النهارده هيبقى في مباراه فيصل يوم الخميس باذن الرحمن، يوم الخميس قد يكون عندنا مباراه فيصل لهذه البطوله، وعندنا المباراه الثانيه في كاس مصر في سوبر كره السله سيدات كره السله نادي الاهلي، هتبقى جيم 2 الاهلي وسموحه. انا بقول لحضراتكم انه الاسبوع اللي بعده بقى عندنا هيبتدي بقى المعمعه، هيبتدي بقى كاس السوبر الافريقي يوم 6 مايو اللي قبل النهائي، احنا باي مش هنلعب لان الترجي انسحب. وبالمناسبه يعني في كلام يعني احنا بنقول اجواء يعني او بنقول يعني اخبار معلومات احنا جايانا من الداخل يعني ان احتمال بطوله افريقيا اللي هتتعمل في تونس للرجال احتمال مكانها يتغير لان الترجي انسحب زي ما حضراتكم عارفين. الترجي نادي الترجي الكبير يعني عنده بعض الامور الداخليه، فهو انسحب من كره اليد ما جاش مصر، فالسيمي فاينل مش هيتلعب، كنا هنلعب احنا الترجي في قبل نهائي السوبر وبالتالي دي مش هتعدي كده، اكيد هيبقى فيه عقوبات. عندك الكره الطائره برضو انسحبوا من بطوله افريقيا اللي في تونس، يعني اللي في تونس مش اللي هنا. طيب تم ابلاغنا خلاص ان المباراه هتقام 10 و10 ده لحد دلوقتي، بس بالمنظر ده برضو شفنا مش تبقى 10 و10 ممكن يعني ممكن لا ممكن بعد الارسالين. اخر حاجه في الاحماء هو الارسالات دي اخر حاجه مفروض في الاحماء، فيعني خمس دقائق ممكن، هو بالهم كمان يعني خمس دقائق كمان بيلعب ارسالات. حلو، نتمنى ان شاء الله كمان ان شاء الله 10 و10. فطبعا في سهره النهارده كبيره يعني مع كره الطائره، واحتمال كبير كره اللي هي بطوله افريقيا للكره الطائره رجال مش هتبقى في تونس، احتمال يعني سامع اخبار كده ان في محاولات انها تيجي مصر، فطبعا دي برضو بعض الاخبار اللي هي تخص الالعاب الاخرى. والاسبوع الجاي زي ما قلت لحضراتكم انطلاق بطوله السوبر الافريقي سواء رجال وسيدات، والسيدات مش هنشارك طبعا في كاس السوبر السيدات، فريق النادي الاهلي مش هيشارك، انما في اربع فرق اخرى هيشاركوا. نفس الكلام بالنسبه لابطال الكؤوس، النادي الاهلي سيدات مشارك، النادي الاهلي رجال مشارك، ونادي الزمالك رجال مشارك في البطولتين السوبر الافريقي وكاس الكؤوس الافريقيه للرجال اللي هيتلعبوا طبعا على صاله الامير عبد الله الفيصل اللي هي دلوقتي بتستعد
وبتتزين لاستقبال البطولتين. وعلى فكرة البطولتين دول تم استقبالهم أو تم استضافتهم في 2017 على ما أتذكر. النادي الأهلي فاز بأبطال الكؤوس، ولكن كان نادي الزمالك ما شاركش فيها. أنا فاكر كويس قوي البطولة دي لأني أنا شرفت بتغطيتها. أرجع لضيوفي كابتن حسام، السؤال اللي احنا يعني صعب أسأله. بص هو صعب ليه؟ مش عشان احنا لا، احنا عندنا ثقة كويس قوي في فرقتنا، ولكن المستويات العالية الفنية بيبقى صعب تتنبأ، بس أنت ممكن يكون عندك إحساس بعينك، بعين خبير في كرة الطائرة. أنا هقول لحضرتك يا كابتن هيثم إن الماتش دوت سلاح ذو حدين. يعني بنات النادي الأهلي بيتهيألي إن هم لازم يكونوا هاديين جدا عشان يعرفوا يعدوا بالماتش. إنما هنزل مستعجل على الفوز دي مش حاجة هتبقى حاجة كويسة. يعني أنا إحساس إن شاء الله إن هيكون كابتن حمدي وكابتن ياسر وكابتن أحمد اتكلموا كويس مع البنات وهدوهم إزاي نعرف نخش في الماتش واحدة واحدة. يعني كل نقطة ليها ثمنها، مثلا كل وقت في الماتش ليه ظروفه. ما بقاش مستعجل دايما، ما بقاش عندي قاعد على اعصابي. فانا بيتهيالي ان هم يكونوا وصلوا للنقطه ديت. انا اتمنى ان احنا ان شاء الله نكسب النهارده ونفرض ماتش فاصل بعد بكره. يعني دي توقعاتي يعني للنادي الاهلي. ده دايما النادي الاهلي معودنا على كده، ان هو دايما بيجي يكسب. فانا بيتهيالي ان شاء الله الفوز هيبقى من نصيبنا ان شاء الله النهارده. يا رب ان شاء الله. دي اجابه صريحه دي كنت ان شاء الله كابتن نادر. وانا الحقيقه ضم صوتكم ان شاء الله كلنا ثقه. يمكن في المباراه الثانيه حتى في الرجال احنا قلنا ان شاء الله هنكسب، وحتى المباراه اللي بيخسرها الرجال دايما بتبقى 3-2. ده حقيقي. يعني انا نادر لما لقيت الرجال يخسر 3-1 او 3-0، ما بيحصلش. دايما 3-2 وتبقى بشق الانفس ولغايه اخر كوره في الماتش. بالظبط. يعني ماتشات الدوري ماتشات الدوري وماتشات ماتشات الكاس كده بالمنظر ده. يعني عمري ما شفت فريقنا بيخسر بشكل مثلا نقول لا ايه ده خالص. بيلعبوا رجاله لغايه اخر نفس، لغايه اخر لحظه بيلعبوا رجاله، عايزين عينهم على البطوله مهما يعني حاجه حصلت معاكسه لشغلهم في الملعب. هم مركزين في شغلهم. والنتيجه دي بتبقى يعني على ربنا سبحانه وتعالى. بتهيألي كده خلاص كده، بتهيألي كده يعني بدا كده خلاص. خلاص الماتش هيبدا على طول. طب نروح لارض الملعب يا جماعه. شكرا معلقنا كابتن حمدي السيد. اذا انتهت المباراه بفوز نادي الزمالك 2-1 في سلسله اللقاءات. هارد لك النادي الاهلي، ان شاء الله تتعوض في القادم. ولا ننسى ابدا ان هذا الفريق هو بطل الدوري العام. ارحب بضيوف المنورين في الاستوديو كابتن حسام شعراوي وكابتن نادر نبيل. كابتن حسام، يمكن النهارده لم نؤدي الاداء اللي نقدر بيه نكسب، ولكن مش عايزين ننسى ابدا ان هذا الفريق هو فريق بطل الدوري. طبعا كابتن هيثم، زي ما انا قلت قبل المباراه ان نادي الزمالك هينزل يلعب بغل طبعا، وده كان واضح جدا في الماتش بدايه من الشوط الثاني. السكور وفي الشوط الثالث تحديدا، يعني السكور كان 6-2، وبعد كده بقدره قادر اتحول 14-6. فده كان باين الغل اللي احنا قلنا عليه. طبعا احنا ما ننساش برضو ان الفرقه بتاعتنا دي بطل الدوري، ودلوقتي هي بتلعب نهائي كاس مصر، وهي ما فيهاش خمس لعيبه من الاعمده الرئيسيه في الفرقه. لا مش موجودين بس، لا دول في الفريق المنافس. فطبعا ده كان عبء كبير قوي على الفرقه بتاعتنا وعبء على الجهاز الفني. بس نقدر نقول ان هم وصلوا لمركز تاني كاس مصر بالمجهود اللي هم عملوه. ويمكن الماتش برضو كان فيه اوقات فرقه النادي الاهلي بتلعب فولي عالمي، بس الرياضه مكسب وخساره زي ما بنقول. وهارد لك للنادي الاهلي يعني. نعم. يمكن كابتن نادر احنا طبعا اكيد زعلانين على الخساره، ولكن الاداء يمكن خلينا نكون واقعيين ما كانش يأهلنا ان احنا نقدر نكسب. وده اكيد ليه اسباب وهيتم دراسته وهيشوف طبعا اكيد اسبابه ايه. اكيد وهيتم معالجه هذه الاخطاء، ولكن في الاول والاخر ده بطل الدوري هذا الفريق، ونجح ان هو بعد غياب خمس لاعبين او خمس لاعبات كانوا السنه اللي فاتت من اعمده الفريق ويفضل واخد الدوري. ما ننساش ده ابدا يا كابتن. طبعا الحمد لله الاول، وقدر الله ما شاء فعل. انا شايف ان الفريق على قد اللي حصل الفترات اللي فاتت دي كلها عمل اللي عليه، غيابات كتيره، اصابات كتيره، لعيبه من عندنا انتقلوا للفريق المنافس، حاجات كتيره اثرت طبعا على الاداء. ومع ذلك احنا قدرنا نحقق بطوله الدوري رغم كل الصعوبات دي كلها، وما كناش بعاد عن بطوله الكاس. لكن طبعا لظروف كتيره جدا فنيه وغير فنيه كمان قدر الفريق في المنافس ان هو يحرز كاس مصر. وما فيش مشكله خالص، احنا يعني الرياضه مكسب وخساره، والاهلي ليه تاريخ كبير جدا في البطولات وليه رصيد كبير جدا عند جمهوره. وان شاء الله باذن الله نقدر الفتره اللي جايه نعوض الغيابات ان شاء الله. كابتن، لم ينتهي الموسم بالنسبه لهذا الفريق. هذا الفريق هيشارك، او فريق كره الطائره السيدات هيشارك في افريقيا ان شاء الله ان شاء الله في شهر مايو المقرر لها في تونس. الله اعلم اذا كانت هتتنقل ولا لا. ولكن لم ينتهي الموسم بعد، لازم اللاعبات يخشوا تاني في مود البطوله طبعا. لان مهم جدا النهارده بطوله افريقيا تكون انت كده حصلت على 3 بطولات من 4 ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله اكيد حاجه جيده. شايف بطوله افريقيا اكيد كابتن حمدي هديهم طبعا فتره راحه،
الفتره اللي جايه دي هدوم، لان كان عليهم لود كبير جدا جدا الفتره اللي فاتت، اللاعبات المصابين واللاعبين اللي لعبوا واللاعبات اللي لعبوا فترات طويله جدا، طبعا من حقهم ياخدوا فتره راحه ويعملوا ريكفري كويس جدا مناسب للفتره اللي جايه، لان البطوله اللي جايه دي بطوله مهمه جدا، بطوله افريقيا بطوله مهمه، وان شاء الله باذن الله الاهلي شرفنا باذن الله وياخدوا البطوله، سواء هتعمل في تونس او هتتعمل في مصر او ايا كان، ان شاء الله الاهلي متواجد، وان شاء الله الاهلي بمن حضر، يعني الموجودين في الملعب هيلعبوا وهيكافحوا عشان ان شاء الله ربنا يكرمنا ونحرز بطوله باذن الله. كابتن نادي النبيل نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني. شكرا شكرا لزوجك. كابتن حسام شعراوي نجم من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر، نورتني وشرفتني النهارده يا كابتن. شكرا كابتن هيثم، وشكرا لقناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي وكل المسؤولين عن الكره الطايره، طبعا بشكركم جدا والحمد لله قدر الله وما شاء فعل. أعزائي المشاهدين، دي كانت جولتنا النهاردة في استوديو الأبطال، نقلنا لحضراتكم مباراة كرة السلة سيدات واللي فزنا على نادي سموحة، وكمان تابعنا مباراة كرة السلة واللي انتهت بالفوز أيضا على نادي كيب تاون تايجرز الجنوب أفريقي، ونقلنا لحضراتكم مباراة كرة الطائرة سيدات. النهاردة كان يوم طويل في استوديو الأبطال، انتظرونا بكرة في حلقة الأبطال إن شاء الله، ولقاء مهم مع مستر فيكتور ويليامز المدير التنفيذي للإم بي أفريكا في أفريقيا، واللي موجود دلوقتي حاليا لحضور منافسات البلدي. هكون حلقتنا بكرة بإذن الله، انتظرونا ما تروحوش بعيد، الأبطال لسه عندها كتير. شكرا جزيلا.